بفقرة اسمع مني مع المعالج النفسي دانيا دبيبو رح نحكي اليوم عن الطفل الذهبي. أهلا وسهلا دانيا. شو ذهبي؟ هيدا الطفل الذهبي الغنوج المدلل اللي هيك المميز بالعيلة، مين بيسميه طفل ذهبي أو ليه منختاره له بالذات؟ يعني أطلقت عليه هيدي التسمية إنه هو يمكن أغلى شيء بالبيت، منشان هيك بلاقي معاملة مميزة، بفضلوه عن إخواته الشباب أو بنات، وبصير كمان بيعملوا له اللي بده إياه، في مديح مبالغ به، يعني بيضلوا بيحكوا عنه بالمن بوجهه وبيحطوا عليه توقعات كتير عالية ليوصلها، انه نحن منتوقع منك هيك، وكمان في ضغط عليه يكون مثالي وكامل طبعا. فهيدي يا محلى انه بس يدلعوه ويغنجوه، لا، الطفل الذهبي عنده هيدي كلها هالباكيج مثل ما بنسميها، اللي كتير بتأثر عليه وبتأثر على جو البيت وعلى الاخوة، وهيدي بتصير مرات من اهل حابين يحققوا احلامهم من خلال خلال ابنهم واحد او بنتهم او بنتهم، بس اجمالا بيكون صبي. هلا عم نشوفها كثير بالمجتمعات اللي مثلا بيكون بيجيبوا هالاهل اولاد وبيميزوا الصبي عنه، خاصه الصبي اللي اول واحد اللي هو بده يحمل اسم العيله، اللي هو بده يكمل شغل بيو، اذا عنده بيو شيء تجاره شيء بزنس شيء شغله، هو بده يورث هالامبراطوريه ويمشيها، انه البنات لا. سو بيصير هالشاب عم او من هو وصغير عم بيعاملوه اهله بطريقه كثير مختلفه عن البنات مثلا او عن بقيه اخوه شباب، اللي مرات بيطلع كمان شي ولد من هالولاد البقايا كبش محرقه، اللي بيلبسوه دور اللي انت مخرج وانت مصابت. يعني مرات هيدا التفضيل وهالتمييز وهال يعني المعامله الغير بتكون علنيه وما فارقه معهم الاهل، ما عم بينتبهوا شو عم بيصير، ومرات بيساويها حدا من الاهل اذا كان نرجسي ماجي، بنقي من الاولاد حدا اللي بيشبهه شوي وبصير بخصصه بانتباه وبغنج وبانه بده ياخذ حدا لان لميلته هيك بصيروا بيعملوا. سو هيدي كثير عندها وقائع عليه لهالطفل الذهبي وعلى اخواته وعلى العائله كلها. نعم. يعني هيدا الطفل خلينا نبلش هيك من طفولته، من وقت اللي يختار اذا كان هو البكر الصبي، حتى لو في صبيان غيره بينقوا له، او هو وحيد على خياته البنات فكمان هو لازم يكون الصبي الذهبي. أيوة. لانه بده يحمل اسم العائله وشغل بيه وكل هالتفاصيل، ببلشوا يدلعوه بالاول. طيب هيدا الدلع اوقات بخليه ما يطلع ما في برافو عليك برافو عليك، لانه مرات كثره هيدا الدلع كثره هالمديح تخليه يكون كمان ما هن بيكونوا اذا كان ذهبي ذهبي عم بيحملوه مسؤوليه من هو صغير، انه انت بدك تحمل اسم العائله، انت بدك تنتبه على اخواتك، انت اللي بدك تصير مثلا حكيم، هيدا اذا بدهم هن يحققوا احلامه، انت بدك تصير مهندس، يعني بيصيروا عم بيضغطوا عليه وعم بيحطوا عليه توقعات واوعك تغلط وفيها القوانين لازم تمشي عليها. مرات الدلع من ميلي بس في ضغط من ميلي بصير عنده هالولد توتر، وهذا اللي بيودي على كبر على مشاكل قلق واكتئاب، لانه هالسعي لارضاء الغير دايما على حساب حاله انه كثير بتعمل له مشكله، خاصه اذا سحبت كل حياته انه عم بجرب ما يغلط وعم بجرب يوصل للكمال. بعدين هول الاولاد يعني بصير عندهم مثل ازمه هويه، طيب انا ميولي واهتماماتي لشيء ايه، بيكونوا بحبوا شغلات تانية بس ما قادرين يقولوا هن شو بحبوا، لانه بدهم يمشوا على شو قايلين لهم انا، رسمين لهم خطه بدهم يمشوا عليها، وبيخاف انه يقول لهم لا. سو هون بصير ما عم بيتعلم ما يحكي هو شو بده لحتى ما يروح منه هالامتيازات الافضليه اللي عاطينه اياها. إيه؟ وهون بصيروا الاولاد الباقيين، يعني اذا كان صبي اكثر من بنت كمان بيتاثر طبعا، طب انا وين؟ ليش انا؟ ليه خي المسؤول عني؟ ليه مزبوط. هو الافضل مني؟ مزبوط. ليه هو بيعرف يعمل قصص؟ يمكن يكون الثاني اذكى من الاول. مزبوط، بس مرات بصير مهمش او معمول كبش محرقه. بس انه ممكن هيدا هالطفل الذهبي كمان على هالتربيه وهالامتيازات يكون عنده نزعه نرجسيه، في عنده صفات نرجسيه بتربى معه، انانيه، سو ما بيساعد هو
هول الإخوة بهالشغلة، سو بيطلعوا على الإخوة إذا كان صبي ولا بنات، بيطلعوا بحرقة على هالتمييز اللي صاير بالبيت، سو بيصير عندهم أصلا يعني ثقتهم بحالهم منخفضة، تقديرهم للذات منخفض، اللي كمان بيكمل معهم طب إنه أنا اللي لازم يحبوني ما عم بحبوني، دايما في أحسن مني، شو عيشتي أنا، بيصير عندهم وجع كثير دفين هيدا بيصاحبهم كل حياتهم، وبيصير عندهم استياء على هالأهل اللي ما عم بيعاملوهم منيح، عم بيعاملوا دايما حدا تاني أحسن منه، وبيصير في استياء على هيدا الأخت الذهبي أو الأخت الذهبية أو الطفل الذهبي، بتتخربط العلاقة هون كمان بالأخوة، ما بيتولد حقد وبيتولد كره، صح. اللي بيصير على كبر نسمع كتير ناس انه انا ما قادر بقى اشوف هالتمييز هيدا، يا بينسحبوا بيعملوا مثل عيشة لقلهم مختلفة اذا كانوا صغار بينزووا بينطووا، يا اما على كبر بينسحبوا من العيلة ما قادرين بقى نشوف انه هيك، وهو اللي بيصير عندهم كمان مشاكل بعلاقاتهم لان ما بيعود عندهم ثقة اللي هي اساسية بالعلاقات، ما انا الناس اللي لازم يحبوني كتير ما حبوني عم بيعاملوا خي أكتر، إيه. سو بتتولد عندهم هيدي الانعدام الثقة، وبتضل العلاقات متوترة متشنجة مع أهلهم ومع هالطفل الذهبي اللي يمكن صار شاب، سو على هالطفل الذهبي وعلى أخواته ما منيحة أبدا، صحيح. الشغلة الأهل بفكروا حالهم أنه نحن عم نهيئ ولد مثلا ليصير شخص كتير مهم بالحياة وعنده هالنجاحات، ما هن بيضغطوا عليه ليصير ناجح، بس هو بيعيش تحت هيدا الضغط، واخواته نفس الشيء، يعني ما فكرة ابدا منيحة طبعا، لان مرات يعني حتى الطفل الذهبي بدي يغلقوا من هيدا، خلينا نحكي عن نقطتين بيأثروا على هالطفل الذهبي، ايه؟ مثل ما سميناه، اول شيء هالتحمل المسؤولية الكبير، يعني هو كل الوقت تحت ضغط انه انا كامل، انا مسؤول، ما بقدر اغلط، انا مسؤول عن اخواتي، وانا بدي كمل امبراطور أهلي، فور إكزامبل، هيدي المسؤولية شو بتعمل فيه، وإذا انتفض هيدا الشخص، يعني إذا بمرحلة ما حس أنا مش هون، أنا ما بدي أكون هون، هالرفض قدام أهله كمان وين بيخليه يصير، هلأ مثل ما قلتي مرات حلو الواحد يحس حاله مميز ومفضل، في ناس بيمشوا باللعبة خاصة إذا ربي عندهم هيدا الإحساس بالأنانية إنه أنا 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 إيه بكيفوا عليا، شو هو اللي حيسلم هالأمبر، صح. مثلا او هو اللي عنده التفضيل بفوت باللعبه تبعت اهله وبيكمل وبيصير حاطط على حاله ضغط انه بده يثبت حاله وهيك، بس مرات كتير في هيدا التمرد اللي بيصير خاصه اذا هالولد عارف اهتماماته افكاره بغير محل، كتير بعيده كتير بعيده، اللي بيصير عم بيعمل رد فعل على هيدا الضغط اللي مطلوب منه، صحيح عم يعطوه امتيازات بس انه في منهم بفوتوا فوتة انه رفض لكل شيء اللي بيصير بيبين بعلاماتهم من هني وبالمدرسة، خلص عم بيتلكقوا، وفي منهم ببطلوا بيدرسوا، وفي منهم هالضغط القوي اللي بحسوه بفوتوا فوتات ما منيحة مثل المخدرات مثلا، او بيصيروا بيعملوا اشياء فيها مجازفة، خلص ثورة بيعلنا على هالأهل حسب بقدي ضغطينه، في منهم بيتمردوا بطريقة تانية بيكون عندهم نضج وعي، ما هون بتلعب شخصية الولد وقديش يعني كل شيء عم بيساعده أو لا بالبيت، فبيصيروا بيجربوا بالحوار انه يلفتوا نظر الأهل انه أنا مثلا اهتماماتي غير، أنا ما عم بحب انه عم بتميزوني عن إخواتي، في ولاد بينقهروا على هيدي المعاملة اللي كتير مختلفة إذا كانوا طبعهم حنون وإذا كان طبعهم متعاطف، ما بيرضوا أنه أولاد إخواتهم يكونوا عم بيتعاملوا بهالقد دونية عنهم، سو هون بيصيروا كتير يعملوا يجربوا يعملوا حوار مع الأهل، مرات بينجح ومرات لا، وبيصير بده يشيل أوقات عنه المسؤولية أنه نقوا خي بلاي مثلا، لأنه هو بيكون حابب شيء تاني، وعارف شو بده بس مضطر أنه يكمل، مثلا هو بيميل لأنواع من الفنون بركي مثلا وكتير بحبها، وبيو عنده شركة ما بعرف شو يعني اشتراك تصدير مثلا ايه؟ مش قادر يعني ايه؟ بيصير يتمنى انه يبطل هو هالطفل مثلا الدهب، هو اللي بي بي بيحاولوا قد ما فيهم يطلعوا برات هالتوقعات اللي اهلهم عم بحطون، مع انه كتير
كتير مغري انك تكوني انت مفضلة طبعا عند اهلك ودايما عم بيعطوكي اشياء. ما هيدا اللي مرات بيصير فيه ولاء، بيصير طب انا اهلي عم بيقدمولي كتير مثلا، صحيح، عم بخصصوني اكتر من اخواتي. هوني اللي عرفت بيورط هالولد انه طيب ما انا عم بيعاملوني بطريقة غير، عاملين لي ورطوني على حياتهم هيك وهيك وهيك، وانه ميزوني عن اخواتي، كيف بدي اتمرد عليهم؟ هوني اللي بيورط. وهذا اسلوب مرات الاهل بيستعملوه لحتى يخلوا هالولاء عند الولد لقلهم ويعمل مثل ما هو بده فعلا. طيب هوني دانيا السؤال، الاهل هون بيكونوا يعني مخططين بوضوح شو بدهم، او هيدي اسقاطات يعني هيك بتعملها العيلة للورثة يلي لازم يكونوا موجودين، يعني قاصدين هن هالتمييز؟ مرات بتصير بوعي ومرات بتصير ما بوعي. إذا ما بوعي يمكن ينغفر لهم أكثر من إذا طبعاً هن واعيين وعم بيحكوا على صوت عالي وبتصرفاتهم مبين كل هالشغلات. بس إنه هن يعني ممكن مثل ما قلت في إسقاطات، هن بدهم يحققوا أشياء عن طريق هالولد، بس ما بيكونوا مقدرين هن قدي هن عم بيأذوا هالموضوع. سو بده كتير الأهل يكونوا واعيين إنه نحن جبنا أولاد، بس الأولاد ما نقوا يكونوا صبي أو بنت، ما نقوا يكونوا هن الكبار اللي يورثوا هالمسؤولية إنه يكملوا مثلا شغل البابا. سو في عندهم هالولاد عرفتي مثل مرات ظلم لما الأهل بيكونوا هن اللي عم بيتحكموا بمصيرهم. هون دايما منقول للأهل يا جماعة بدكم أنتوا تجربوا تحكوا هالولاد بعدل، تعاملوهم تدعموهم مثل بعض، يعني شجعوهم يقولوا لكم شو بدهم لحتى ما يصير في هيدا البلع البلع البلع، ما قادر الولد يعبر عن حاله بده يمشي مثل ما أهله بده. سو التربية أكيد هيدا التمييز والتفضيل مؤذية لكل الأطراف، لأن شوفي إذا بيتمرد هيدا الطفل الذهبي على كبر، لو بتشوفي خيبة أمل الأهل قديش بتكون قوية طبعاً. يعني ياما إنه معقول ما مشي مثل ما بدنا، معقول بعد كل اللي عملناه لك إيه، معقول تاخد هالموقف إيه، معقول تعمل فينا هيك، ما إيه فينا الضحايا إيه بالآخر. إيه مزبوط. سو بدهم كتير يكونوا منتبهين إنهم يعني شو اكتشفوا ولادكم، شو نقاط قوتهم، شو نقاط ضعفهم، بدكم تدعموهم. المديح بده يكون على كل الأولاد، مش على ولد على بس ولد عم بتميزوه. هيدا للأهل عم بتقولي لهم إيه. هيك دانيا شو بتقولي للأولاد إن كانوا الأولاد الآخرين أو لهالطفل الذهبي يلي بعمر معين الأولاد وعيه وهو وعي كمان؟ سو هاي مرات على كبر إنه بفيق إنه طيب أنا شو عم بصير هون، بنطلب منه كتير يصير يفكر بهو شو ورث بهيدا الحياة اللي عاشها، كيف صاروا معتقداته، كيف صار تفكيره عن حاله، كيف صار تفكيره عن غيره، يعني لأنه ما هو غير وبصير عم بيتضرر منه، ناطر الكل يمدحوا فيه كمان وما حدا عم يمدح فيه. سو بصير عندهم مرات هيدي الصراع. سو بدهم نطلب منهم يفكروا شو هلا وضعهم، كيف تأثير هيدا التفضيل والتمييز عليهم، وهم بلشوا رحلة اكتشاف ذات انا شو بحب، انا شو اللي بفضله، لحتى يبلشوا يعملوا تحديد اخر للنجاح. النجاح ما دايما خارجي ماجي، اللي بيوصل له الواحد مع العمر النجاح هو انك تحسي بسلام ذاتي ورضا ذاتي، صحيح، وتعملي قيم لحالك هيك تمشي عليها اللي بتريحك، مش تكوني عم تمشي على اجندة غيرك. سو هي رحلة صعبة الواحد بيعملها، اهم شيء يصالح حاله مع اخواته اللي متضررين كانوا. سو هون بدها شغل هاي ليرجع يمحي اثار سنين سلبية على هالاخوة، تزبط معه اذا هيك بيرجع بيتودد لهم وبيعترف انه في شيء غلط صار بالتربية، ويبلش يوضع حدود للأهل. يعني هون بده كتير يكون عم بيحاورهم ويحكيهم انه هيدا التمييز اللي عملتوه انتو خطأ، يعني بيولد كتير مشاكل، شوف وين وصلنا مثلا. واخر خطوة بتجي هي المسامحة، مسامحة الأهل خاصة اذا كانوا عن غير وعي يعني عم يعملوها يعملوا منيح ويسامح حاله، يعني بده يتعود كمان هيدا الشخص انه ما يحط حاله تحت ضغط الكمال والمثالية وانه شو لازم اعمل وانا المسؤول وكل هالوقت بحمل حاله اذا نجح او ما نجح.
سو بدها شغل يعني. طبعا بدها شغل وقت. هيدا اللي مرات كتير بنعملها كأخصائيين نفسيين بنساعد هالناس المتضررة من مساوئ ظروف نحطوا فيها، من مساوئ أشخاص نحطوا فيها، إذا كان الطفل الذهبي ولا الإخوة المتضررين من اللي طبعا صار. إيه؟ طبعا لأنه هو جرحهم عميق بيسحب معهم كل الحياة، عايشين مرارة كمان صحيح، وبيترجم بردات فعلهم باختياراتهم للناس اللي حواليهم. يعني كل الوقت هن ناس ضحية، يعني هن ناس مظلومين، هن ناس مش مقدرين، مش محبوبين. هون الصعوبة، نزيف نفسي كل الحياة بده شفاء ان شاء الله ما حدا بيعافي. شكرا دانيا دبيبو على الإضاءة، بتمنى يكونوا استفادوا منها الأهل.